تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. نعم واضح هذا. التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فما المقصود بقوله إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة الذين أخذ عنهم علماء المنطق قواعدهم هم كافرون، فاللي أخذ عنهم يكون أخلهم، لأنه أخذ ما أخذهم وشرب مشربهم. نعم.